هاي جايز، اهلا وسهلا فيكم في قناة اليوميات. اليوم يوم حزين بالنسبة لنا لان مريم بتسافر. طبعا بعد 12 سنة 11 عندنا 11 بتكمل 12 ولا، وجابت جنة لها حين 6 سنين للأسف بتروح نهائي نهائي، صح يا مريم؟ بس الحمد لله انه بتروح يعني تبدا حياه جديده، صح؟ نيو لايف الحمد لله. هو اكيد انه محزن لنا وبضيق صدرنا، لكن هذه الحياه، هذه سنه الحياه. ما كنا نتوقع انها يوم ان هاليوم بيجي، لان كانت ناويه تقعد وخلاص تكون حياتها هنا، لكن حصل ظرف. بنعلمكم كل شيء وليش بتسافر وليش وكل شيء ان شاء الله بالش اسمه بالفيديو هذا، لأن كثير استفسروا وليش وليش ما راح ترجع وليش كذا وليش وليش وليش. فبعطيكم كل شيء بإذن الله، وإن شاء الله إذا راحت هناك راح أرسل فيديوهات لكم وأحط لكم فيديوهات بعد، صح؟ صح. فالحين خليكم معنا لآخر لين مريم تطلع، راح نوريكم كل شيء راح يصير وإيش راح تسوي اليوم. طبعا هي اليوم راح تروح لأختها وراح تجهز وتشتري أغراض وهدايا لأهلها وكذا، وبكرة بإذن الله رحلتها. وراح خليها تصور لكم فيديوهات اليوم ترسلها وبحطها لكم هنا. بس إيش يومها اليوم؟ بس اليوم هو الوداع صدق. الوداع لأنها خلاص بتروح وبتسافر وما راح يعني ترجع لنا مرة ثانية، يعني بتروح من أختها وبتسافر من هناك. بس إني بخليها يا مريم أباك تصورين فيديو، ها؟ مريم خانقتها العبرة، عيونها حمراء. اسمعي، أبيك إذا رحت الحين your sister you make video for me what you buy what كده how you back your things like that in the airport everything I will put here in the video. Okay. وبعدين if you open and تقول بفتح أنا قناة يوتيوب you will open your YouTube channel. If you open I will put your channel here. بحط قناتك هنا عشان يتابعونك كلهم. أوكي؟ شوفون يوميات جنة وحطي بالفيسبوك بعد. أوكي؟ قبل لا نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك وفعل الجرس تنبيع عشان يوصلكم كل جديد، وضيفونا على حساباتنا السوشيال ميديا سناب شات انستغرام وتيك توك. ويلا نبدأ. طبعا مريم شحنت كل أغراضها قبل تجي، قبل لا تسافر يعني، كل أغراضها شحنت أشياء كثيرة. هذه الأشياء اللي راح تأخذها بالطيارة غيرها شنطتين، تعرفون لأن هي جوازين معها جنة، هذا اللي نفعها. فهذه أتوقع تأخذها معها في الطيارة أو كذا، ما أدري صراحة. فالحين هذه كلها جهزتها، بتأخذها عند أختها وبتجهز شنط ثانية عند أختها بإذن الله. والحمد لله كل شيء جاهز وكل شيء تمام. Your passport with you, your إقامة، كل شيء. Your papers, everything. إيه خلاص. هذه حزينة طبعا. سعد ليش؟ لا. صديقتها مريم هي وياها دايم مع بعض. اي ميس مريم، ها؟ ها؟ ميس خلاص عادي، هذه سنة الحياة. نعم سيسي سدتي ميس مريم، كلنا ميس مريم، شو نسوي بعد؟ ما نقدر نسوي شيء. انت بعد ميس مريم؟ ها ها مريم، متى مجنة بتروح مدرسة؟ نيكست ويك، الأسبوع الجاي. This week open. الحمد لله، يعني رحلتها كانت مرة موفقة. ليش؟ لأن هالأسبوع تبدأ مدارس في الفلبين وش اسمه، فتقدر تدخلها إن شاء الله الأسبوع الجاي. ترى شوفي all they said you picture جنة first day. Maybe grade I don't know. تقول ما أدري، يعني هي بتاخذ grade one تروح أولى ولا لازم اختبار بيسوون لها، وهي ما شاء الله ذكية. She's smart. إن شاء الله بتروح grade one لأن عمرها 6 سنوات. فأتوقع أنها بيودونها خمسة وشوي. إيه شوي. يعني باقي شوي 6 صح؟ إيه. إيه عشان كذا أتوقع أفضل. وجيه لي يقول 7 لازم grade one. هم عندهم مشكلتهم إن تدري وش مو نفسنا. 6 هم 7 أولى، إحنا 6 أولى. إحنا 7 ثاني. 7 grade two عندنا. إيه عشان كذا. فإن شاء الله يختبرونها يودونها أولى أفضل. او ان اذا 7 يا مريم خليها كي جي 3 احسن. سوها صغيره صح؟ اي إيه عشان ايش 7 تصير جريد 1 مع الفلبين، يعني عمر الفلبين. اي جنى شي ثينك ذات جاست فيكيشن، يعني جنى تفكر ان نرجع، احنا رايحين اجازه ما تدري ان ما راح نرجع. فهذا اللي ضيق صدري صراحه، ان البنت حاطه بالها تضحك ومبسوطه على اساس انها بتروح زياره وبتسلم وترجع. إيه.
شوفي اذا راحت مدرسه سكول ما راح تفكر بشيء. جاي عمرك سنة يعني ما راح تصحي. طبعا للأسف مريم راحت وكثير جتنا أسئلة بخصوص ليش راحت وش سبب انهم خروج نهائي ما راح يرجعون وش سبب يعني الأشياء كلها اللي بخصوص مريم وجنة. طبعاً أول شيء اللي أول سؤال سألته جنة بنتك أو لا، جنة ما هي بنتي، كثير ناس كانوا يحسبونها بنتي أنا لكن هي ما هي بنتي، بنت مريم. مريم جت عندي وتزوجت عندي في بيتي، يعني تزوجت فلبيني من نفسها وأسلمت بعد عندي الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. شو اسمه، وقالت ابغى عادي احمل وكذا، يعني ابغى بيبي وكذا. قلت لها ما في مشكله، انا متقبله هالشيء وبالعكس بنتك مثل بنتي، يعني طفلك مثل طفلي. حملت عندي وجابت البيبي، صارت مشكله رجلها زوجها ايش هي سبب هذا كله، هم ناويين يستقرون هنا هي وبنتها وزوجها وكل شيء، وكانوا مستقرين الحمد لله. اللي صار يوم صار عمر بنتها سنه او قبل لا تتم سنه، صح هو ما حضر شهور. يوم ميلادها الاول شهور. إيه؟ شهور. كفيل زوجها، هو زوجها يشتغل في مركز مساج، كفيل زوجها لعب على زوجها قال له روح ودايم يرسله. طبعا هو كان يشتغل في مركز مساج له يمكن 10 سنين، فكفيل زوجها وش سوى؟ راح وقال له ابغاك تروح ودايم يرسله يجيب عمال من الفلبين، قال ابغاك تروح تجيب لي عمال من الفلبين. وش سوى؟ راح وسوى له خروج وعودة اسبوع فقط. زوج مريم اللي هو اسمه عبد الله، يوم أسلم سمى نفسه عبد الله، راح هناك وللأسف طلع إنه لاعب عليه كفيلة وحاط له بس أسبوع، وهو قعد أكثر من أسبوع. فإيش صار؟ صار عليه بان، يعني خلاص صار عليه حظر لمدة 3 سنين ما يدخل السعودية. والشيء الثاني حظر، تخيلوا. وزيادة على هذا عنده سيارة ماخذها أقساط، شركة الأقساط صارت تكلمهم يبون الفلوس حقتهم لأنه باقي 60,000. يعني الكفيل هذا حسبي الله عليه دمر حياة عائلة كاملة وفرقهم عن بعض، يعني انتوا تخيلوا. جنة طبعا مين كفيلها ومين مسؤول عنها؟ ابوها، اسمها مع ابوها. يوم انولدت هنا المستشفى حط اسم ابوها لان ابوها يشتغل هنا، والعاملة المنزلية ما ينحط شيء باسمها. انا قاعد اكلمكم باختصار. فلما راح عبد الله اللي هو ابوها، صارت جنة خلصت إقامتها، ما حد يقدر يجدد إقامتها إلا لازم أبوها يرجع يجددها، فصارت إقامة جنة هنا مخالفة. قعدت جنة هنا كم؟ 5 سنوات مخالفة. مريم قبل كم سنة، قبل سنتين قالت لي مدام أنه أنا أبغى زوجي يجي على كفالتك، إحنا نبغى نقعد هنا، أنا ما أبغى جنة تروح، لأن جنة إذا طلعت من السعودية ما عاد تقدر تدخل خلاص نهائي، فما ابغاها تطلع، ابغى زوجي يجي، نبغى نعيش هنا، يعني بيئه اسلاميه وتقاليد وافضل من الفلبين، بنت تربيتنا تربيه بنتنا افضل هنا. قلت لها خلاص، انا عطيت قبل سنه، عطيت قبل كم شهر عطيت زوجها فيزا، قلت خليه يتجهز اساس انه في مشروع عندنا وكذا بيفتح، اذا فتح راح خليه يعني يجي. اللي صار انه ايش، كل شوي صالح يدخل. المهم اللي صار انه لما شافوا، سألت مريم هنا قالوا ان بنتك غرامتها 25,000 او اكثر، لو جاء رجلك لازم يدفع 25,000، لازم يدفع 60,000 كامل، 60,000 الاقساط عليه اللي حقت السيارة، لانه هو كان يقصدها من راتبه، يعني كان ماشي كويس بس لما راح الحين مضطر يدفعها كاملة. فتخيلوا انه مضطر يدفع حول 80,000.
فقالت مريم يا مدام إنه ما نقدر إحنا يجي زوجي يقعد عمره كله يدفع الأقساط، إذا ما جاء إحنا نقدر نطلع نقدر نروح، إذا رحنا الفلبين ما رح ندفع ولا شيء من هالأشياء. فأنتوا تخيلوا يعني تجيكم تقول لكم كذا. أنا هي ضاق صدرها وقعدت تصيح لأنها كانت تبغى بنتها تربى هنا، إحنا ضاق صدر لأننا كنا متوقعينها خلاص يعني بتقعد، يعني كانت قايلة إن بقعد وزوجي بيجي وبقعد عندكم يعني لين يكبرون البنات يتزوجون وخلاص بعيش هنا. فهذه الصدمة اللي صارت للكل، هي بنفسها انصدمت وزوجها انصدم وكلنا انصدمنا. الحمد لله يعني إن راحت سوت أوراق بنتها وشالوا الحمد لله، يعني الله يعز ديرتنا والحمد لله يعني متساهلة في أمور خاصة الأطفال والأشياء يعني كذا. الأمور هذه شالوا عليها المخالفات كلها 25,000 عشان تطلع، ما دفعت مريم ولا ريال الحمد لله، وعطوها خروج نهائي بس قالوا لازم أنت خروج من نهائي معها، وجنة ما عاد تقدر تدخل السعودية، مريم تقدر تجي تدخل فيزا ثانية لكن جنة لا. فخلاص مريم لها يعني 12 سنة هنا، يعني خلاص يعني ما عاد يعني تبي تروح مع بنتها تكون حياتها مع زوجها، هي كانت كلهم يبون يجون مع بعض لكن ما قدرت، خلاص ما نقدر نسوي شيء. هذا هو ليش انهم راحوا وش اللي صار، هذا كل شيء. طبعا قالوا لهم هنا اي وقت يدخل زوجك هنا ترى راح ناخذ منه جميع الفلوس، فما يقدر يجي حتى زوجها لانه صعبة، تعرفون يعني هم يعني على قد حالهم يعني ما يقدر يدفع مبلغ، رواتبهم كم ما يقدر يدفع المبالغ هذه. الشيء الحلو يعني الحمد لله يعني عشان ربي سبحان الله يعطي الواحد على قد نيته، زوجها راح هناك، هو كان يشتغل بمساج ويحب المساج، يحب المراكز المساج والأشياء هذه، فتح هناك مركز مساج الحمد لله نجح، وفتح الحين الفرع الثاني اللهم لك الحمد وناجح، فربي عطاه على قد نيته لأنه طيب مرة مرة طيب، واللي سواه في كفيلة ربي عوضه الحمد لله، وحين بيروحون الحمد لله عندهم مشروعهم الخاص، بيبنون بيت وبيعيشون حياتهم بيدرسون بنتهم، هذه كل القصة. فبس هذا كل الأشياء اللي أنتوا استفسرتوا عنها وليش وليش، وإن شاء الله اللي يسأل بتروحونهم إن شاء الله بإذن الله في يوم من الأيام راح نروح لهم بنزورهم، بس شوي لين يستقرون وكذا، وإحنا عندنا مدرسة تونا نبدأ دوامات بإذن الله راح لنا زيارة لهم في الفلبين، بنروح بيت جنة وبنزور كل شيء إن شاء الله، فبنصور لكم كل شيء لا تخافون. لما خلصنا تصوير فيديو قبل شوي جتني العاملة الثانية قالت، طبعا مريم راحت، جتني العاملة الثانية قالت يا مدام هذه رسالتين لك ولهيا وهيفا وصالح من مريم. ما نستنا بكل شيء، ما نستنا تلاحظين حتى خوالي قول لهم صار، خيلوا خالاتي رسلت لهم بالدوام، يعني يوم مريم راحت بالدوام فما قدروا يسلمون عليها، المهم لقوا بجوالاتهم ان مريم رسلت لهم رسالة شكر ومحبة ومدري ايش، واني انا كذا يعني رسالة حزينة يعني ارسلوها لي خواتي ضاق صدري مرة، وارسلت بعد زيادة على الاشياء اللي سوتها ارسلت رسائل بعد هنا تعبر كذكرى، انا حبيت ليش لانها ذكرى راح افتحها الحين معكم. طبعا هذه اول رسالة، دير هيا هيفا ان صالح، خلي اقرأها هيفا، طبعا رسالتي ما راح اقراها بس بشوفها بس معكم اقرا. اي I love you so much. It's not the end. My presence is not here, but you're always in my heart. I hope and I wish that we'll always see you again. Thank you for everything and sorry for making you mad sometimes. Thank you for being sisters and brothers to Jannah. I love you so much. شيء والله شيء، يعني راحوا عاملات من عندي بس مثلها ما عمري مر علي نهائي، ما عمري مر علي شيء. أشوف رسالتي الكتابة حقت، هذه رسالتي طبعا شكلها مليانة، وريهم من قدام يوه ومن ورا. يلا خليها ذكرى عندنا، أرسلت لي صور بعد لها وكذا، قلت كلها بخليها عندي ذكرى. And this one also. How many? Too much. Too much, mom. Mama love. And mama love, I buy this from Nana Lourdes. And
all this candy that we bring, so I share to someone when I go. Because the man will come and she will take picture for you. Because you can't do fingerprints, you need picture in the camera. So that you can go there inside the airplane. Me finish, I make fingerprints. Yes, you make with the camera, right? Yeah, but you need to keep going from video, okay? Yes. Guys. Hello, guys. We already finished. And then we're going at the airplane. And then we're going back home from Philippines. To the Philippines. Bye-bye, Saudi Arabia. Bye-bye, Saudi Arabia. And then I have new iPad, right? You will miss Saudi Arabia? Yeah. Really? Yeah, I'll miss Allah even. Allah everywhere. You go with Allah. But you miss Saudi Arabia? Yeah. I love Saudi Arabia because there's nice things and happy things. Even the Philippines, you have nice things. Yeah. But you will miss Saudi Arabia? Yeah. Really? Yeah. You see my new iPad. It worked! Plane. Yay! Let's go! Look at the airplane! You see? How is so big? Huh? Yeah, so big, right? Yeah, it's so big. I think they built this. They demanded to make instructions. Yeah, so if they make it the but I miss them now.